يعني الفقره دي الاستاذ جمال الزهيري منورنا الناقد الرياضي الكبير طبعا. ومين كان النهارده اهم من ان هو يكون معانا في المباراه وضربه البدايه زي ما بيتقال، والاهلي والاتحاد المنستيري ومش هنتكلم في ده بس، هي البدايه اللي هنبني عليها باذن الله كل اللي جاي، وباذن الله تبقى بدايه خير ان شاء الله، تبقى بدايه خير وتوفيق للنادي الاهلي والعوده مره ثانيه بعد ما نقول يعني تعثر في موسم فات، وبرضو أسبابه ما كانتش كلها واقعة على النادي الأهلي إن هو اللي مقصر للأسف الشديد، كان في عوامل كتيرة جدا. بس على كل حال اللي فات ما بنفكرش فيه، بنفكر دايما في الحاضر وفي اللي جاي. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ سعداء بوجود حضرتك معانا، منور الدنيا كلها. انتوا منورين دايما الحمد لله. بطبيعة الحال لازم نبتدي مع حضرتك بلقاء النهارده وماتش الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، أخذا في الاعتبار ودي حاجة احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده أكتر من مرة، فكرة إن احنا ساعات بيبقى في أسماء فرق مش دارجة قوي، مش مسموعة كتير، فالواحد بيتخيل إن هي بالتالي مستواها قد يكون متواضع، لكن الحقيقة إلى حد كبير الكلام ده لا ينطبق على فرق شمال أفريقيا بشكل عام، وبصفة خاصة هذا الفريق لو خدنا بالنا من اللي حصل معاه في الدوري وكان هو التاني وفرق يكاد يكون لا يذكر بينه وبين الترجي. فكيف تتوقع أن يكون لقاء اليوم؟ اولا يعني فريق الاتحاد المنستيري، نقول الاول المنستيري هي احد المدن اللي هي على الساحل جنب سوسة، يعني معروف كده خط معين، يعني حتى منتخب مصر لعب فيها 2004 كاس الامم الافريقيه، لعب 3 ماتشات، كان الكابتن محسن صالح هو المدير الفني، لعب في المنستير، لعب في سوسة، لعب في صفاقس، و استاد اللي هو مصطفى بن جنات ده مش اول مره ان احنا نلعب عليه، يعني عارفينه. اللي انا عايز اوصل له انه في فرق الدوري التونسي ما هوش زي الفرق المصريه او زي الدوري المصري. في ايه؟ انت نادرا هنا ما تلاقي احد فرق الخارج العاصمه بتنافس على الدوري، هناك فرق كثيره في تونس بتنافس زي الصفاقسي، زي الترجي، لا خارج العاصمه يعني، زي مثلا النجم الساحلي وهو اقرب ما يكون الى الاتحاد المنستيري او في الناحيه الجغرافيه. نرجع بقى نقول، هل الفريق لما يظهر فجاه بعد مواسم عديده ويبقى موجود في خريطه المنافسه، هل ده معناه انه مستواه اقل من الترجي والافريقي اللي هم فريقين بتوع العاصمة؟ بالتأكيد لا، لأنه 100% بيكون وصل إلى هذا المستوى من المنافسة بعد جهد وبعد إعداد كويس جدا. كما أنه زي ما حضرتك قلت يا كريم، أنه الكرة التونسية بشكل عام والمغربية والجزائرية اللي هو الشمال الأفريقي ما تقدرش تستهين أو تقلل من أي فريق، طالما وصل إلى مرحلة معينة في المنافسة لازم تعمل له كل اعتبار، لانه الحد الادنى بتاعه هيبقى الكره التونسيه. يعني مش هيبقى اقل كتير من الفرق اللي احنا عارفينها. يعني اذا كان هناك تركيز على الترجي والافريقي كفريقين هم اللي بيتنافسوا باستمرار، لكن الفرق الاخرى هتلاقي موجات من التفوق. نجم الساحلي مثلا قعدنا فترة طويلة مشكلة، ويمثل مشكلة بالنسبة للكرة الأفريقية لأنه مستواه تطور جدا. نفس الشيء احنا ما نقدرش نحكم على الاتحاد المنستيري غير بأنه هو فريق بيمثل الكرة التونسية، وأعتقد أنه كل الحسابات اللي عاملها الجهاز الفني واللاعبين أكيد كلهم بيقدروا هذه النقطة. نقطة مهمة جدا، وعايز أقول لحضرتك لو كلمنا شوية على الاتحاد المنستيري، عايزة وجهه نظرك، لان في يعني رايين مختلفين تماما. حد يقول لك الاتحاد المنستيري على فكره هيواجه الاهلي واول مره يشارك يعني في دوري الابطال وحاجات زي كده، فهو هيبقى قلقان، هيبقى داخل خايف شويه، وده هيبقى لصالح النادي الاهلي. وعلى صعيد تاني يقول لك لا خالص، على فكره هو عارف هو بيواجه مين، وهو عنده تنافسيه شديده. حتى المدير الفني بتاعهم كان بيتكلم، النادي الاهلي كبير بس انا كمان عندي سكواد كبير جدا. فهل ده السيناريو ولا هل ده السيناريو؟ لان السيناريو ده هيفرق في طريقه اللعب، اكيد هتبقى طريقه دفاعيه من الدقائق الاولى، دي هتبقى هجوميه اكيد ولعب مفتوح. شوفي، هي مش هتلاقيها اجابه محدده، مش لان احنا مش عاوزين نقول، لان هي هتبقى خليط من ده كله. يعني فريق الاتحاد المنستيري اكيد هيبقى
عامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي، يعني حتى المدير الفني بتاعه قال هذا الكلام. قال لما اعرف ان محمد شريف كمهاجم او فلان او فلان من اللعيبه موجود في السكواد بتاع النادي الاهلي ومحمد الشناوي ومرورا بقى بكل المراكز، لا ده فريق النادي الاهلي، يعني بصرف النظر عن انه هم واصلهم معلومات طبعا على خساره النادي الاهلي للدوري الموسم اللي فات، انما ده مش المعيار اللي هو بيبني عليه. خسرناه بعد كام سنه يعني بالظبط. يعني ما هواش مثلا فريق بعيد عن المنافسه فهو لسه هيستكشفه، لا هم حافظين، هم عارفين كويس قوي مسيره النادي الاهلي واخد بطولات قد ايه واخرها كان امتى. يا جماعه يعني احنا ما ننساش برضو حاجه، انه كل هذا القلق انا بعتقد ان هو في موسم مضغوط. يعني كل القلق المحيط بمستوى النادي الاهلي كان موسم مضغوط، يعني نفس الاسباب اللي انت خسرت بيها الدوري مش اللي فات اللي قبله هي نفسها الأسباب. عشان كده واحنا داخلين الموسم ده قلنا نتمنى ان يكون في تغيير، لان احنا قلنا نتمنى يكون في الموسم اللي فات وما حصلش حاجه بالظبط. لا ما هو ده تاكيد لكلام حضرتك انه الاسباب ما كانتش زالت اصلا بالظبط. يعني وهل زالت دلوقتي برضو يا مسيو؟ لا يعني حد يدينا اجابه أعتقد يا جماعه. لا اعتقد انه فتره الراحه اللي خدها النجوم الاساسيين بتوع النادي الاهلي في نهايه الموسم اللي فات هتكون نقطه فارقه شويه. بس الجدول بقى لما نشوف الجدول، بس جدول المباريات ما علينا، لكن هو في الاساس احنا النادي الاهلي كان بيعاني من ضغط شديد جدا. صحيح. وكان واضح يعني معلش في النهارده انديه لما بتلعب ماتشين ورا بعض بيقول لك ضغط المباريات. انا مش بحدد انديه معينه، اي نادي في الدوري لو لعب ماتش كونفدراليه وبعديه ماتش دوري بيقول لك انا اتضغطت. طب امال الله يكون في عون بقى امال احنا بقى ايه؟ الله يكون في عون بقى الاهلي كان بيعمل ايه؟ بيبقى بس نرجع ونقول دي برضو اقدار، ده قدر النادي الاهلي وقدر لعيبه النادي الاهلي وقدر طبعًا جماهير النادي الاهلي اللي هم يفرهدوا ورا فرقتهم طبعًا في كل البطولات. لان الحقيقه يعني ما تبقاش فاهم دي ميزه ولا عيب، فكره ان النادي الاهلي طرف رئيسي في كل البطولات المتاحه تقريبا، هي ميزة سواء محليا او اقليميا او دوليا. هي ميزه لكن محتاجه بتلقي غير. بتلقي اعباء على اللعيبه. ما هو برضو احنا بنبقى قاعدين بنتفرج، وعلى فكره ده مش بحث عن المبررات، احنا بنبقى قاعدين نتفرج وبنحكي بنتكلم طبعا. انت معلش انا او حضرتك او الاستاذه نهاوان اي حد من المشاهدين بيتفرج بيقول يا سلام لو بذل مجهود بس قرص كده قرصه شويه عشان يلحق الكوره، هو مش قادر على القرصه يعني معلش لما يكون واحد مش قادر فعلا، ما هو دايما يقولوا التوافق العضلي العصبي. أيوه. اللي هو بيخليه المهاجم اللي بيلعب اللعبه هي لمده 20 مباراه يجي في ماتشين ثلاثه ما يعرفش يعملها، او المدافع اللي هو بيشتت الكره او بيطلع الكره بيبقى هو برضو كل مره بيعمل كده، بس في المره دي الاشارات اللي جايه من المخ بسبب الاجهاد عبال ما تبقى جزء من الثانيه ما بيقدرش يلاحق. مسيو يعني هقول لحضرتك على حاجة. مستر أحسن بلاش مسيو. أنا بحب مسيو. ماشي مسيو حلوة برضه يعني. صدقني ده أنا بقولها تواضعا أنا مستر بس. لا مسيو أحلى طبعا. صدقني الكلام ده والله العظيم إحنا قلناه يوميا تقريبا قبل ما الموسم اللي فات أصلا ينتهي، لأن إحنا ما بنتكلمش بعد مثلا لما بيحصل حاجة مش لصالحنا، الكلام دايما بيكون حتى قبل. إحنا برضه بنتكلم وإحنا فايزين وإحنا عقبنا وقلنا الكلام ده. طبعا. على فكرة يعني على فكرة هو الاعتراف بالتقصير او بالخطأ هو بداية الإصلاح. ما هو الخطأ مش من عندنا مسيو جمال ابدا، ما هي دي حاجات نقطة. في حاجات مفروضة عليكي انت زي ما الاستاذ كريم بيقول ايه، انه هل دي ميزة ولا عيب؟ يعني ميزة ان النادي الاهلي هو المفروض هي ميزة بس ما اخدش انا ادفع ثمنها. ايوه هي ميزة ولكن تحولت الى مشكلة رهيبة على ارض الواقع بقى بدنيا وفنيا، انت مش قادر تعمل اعمل ايه تاني يا جماعه. فانا بقول ان هي اعتقد يعني انا كنت من في نهايه الموسم اللي فات انا كنت بقول
لا محتاجين لعيبه كتير جدا لتدعيم الفريق. وبعدين فكرت فيها مع الاسعار اللي احنا سمعناها النهارده في لعيبه المصريين معلش يعني بيبقى جايب جونين ثلاثه ويقول لك عايزين فيه مثلا 3 مليون دولار. في ايه يا عم؟ ايوه ايوه في ايه؟ يعني انت ايوه ده انت عوده اللعيبه الاساسيين بتوعك كيف افضل مليون مره. الحمد لله الحمد لله. يعني انك تستعيدهم دي النقطه بالزبط. احنا السكواد بتاعنا كامل، الاصابات الحمد لله خلاص الناس رجعت، الاعارات الناس رجعت معانا، بس عايزه جديه التصعيد بتاع الناشئين الناس موجوده. عندك ثلاث يعني صفقات جديده الحمد لله احنا داخلين والسكواد بتاعنا كامل، فدي نقطه برضو مهمه. النقطه الثانيه بقى خلينا كريم نروح تونس فرصه بقى عشان نطمن بقى على ارض الواقع بشكل عملي كده. معانا طبعا على الهواء زميلنا العزيز كريم احمد وكواليس بعثه الفريق في مدينه سوسه التونسيه. كريم صباح الفل عليك، ومستنيينك من بدري عشان تطمنا على الاحوال عندك عامله ازاي والحاله المعنويه الى اخره، اتفضل. صباح الفل عليكم، وكل التحيه طبعا للزميل العزيز هواند وزميلي العزيز كريم وناقدنا الرياضي الكبير طبعا استاذ جمال الزهيري. يعني الكل هنا خلاص على هبه الاستعداد، استعدادا ان شاء الله للانطلاقه البطوله الافريقيه باذن الله. فريق النادي الاهلي يكون موفق، مستر كولر ايضا كمان انطلاقه تكون جيده ليه، مشوار صعب ومهم جدا، لكن الحقيقه التحضيرات كانت على اعلى مستوى خلال الايام الماضيه. يمكن اكدنا في كل مره المباريات الوديه ومكاسبها والاستفادات الكبيره جدا اللي كانت من هذه المباريات رغم عدم اذاعتها، لكن يمكن احنا كنا متواجدين شفنا الاصرار والعزيمه وشفنا الحقيقه يمكن لمسات قويه جدا من مستر مارسيل كولر اللي بنتمنى ان شاء الله نشوف تطبيقها في اولى المباريات الرسميه النهارده ان شاء الله للاتحاد المنستيري امام النادي الاهلي على الملعب الاولمبي مصطفى بن جنات في هنا في طبعا في سوسه او في المنستير تحديدا 3 عصرا بتوقيت تونس، 4 عصرا بتوقيت القاهره. الحاله المعنويه والجديه والروح الكبيره جدا اللي شايفينها من القاهرة من الطيارة من أحاديث اللاعبين من مستر مارسيل كولر اللي بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يكون فيه اجتماعات فردية مع اللعيبة وجماعية، الراجل بيحفز بيحاول ان هو يشرح كل المهام والواجبات. اول تدريب كان مهم جدا وكان قوي جدا الحقيقه، يعني نقل لنا مردود كبير جدا مدى جديه لعيبه النادي الاهلي ومدى تركيزهم الكبير. الكل عارف ان جمهور النادي الاهلي منتظر هذا الموسم بكل بطولاته، طموحات كبيره جدا جمهور النادي الاهلي، طموحاته كبيره جدا، مجلس اداره طموحاته اكبر، عشان كده ده وصل لعيبه النادي الاهلي. التدعيم والراحه الكبيره جدا اللي خدها لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله كل ليها مردود كبير جدا وفرق كبير، يعني رغم البطولات اللي كنا بنحققها السنوات الماضيه ده كان مع لود كبير جدا ومع حمل كبير مع لعيبه النادي الاهلي. يمكن لعيبه النادي الاهلي خدت راحه فتره راحه جيده جدا، فان شاء الله باذن الله منتظرينهم النهارده في 90 دقيقه شوط اول في تونس ثم شوط ثاني في القاهره. الشوط الاول ان شاء الله يكون ايجابي، اللي هيحسم هذه المباراه هي الشخصيه والروح ودخولنا في المباراه ويمكن استغلال انصاف الفرص. كل الامور دي بالتاكيد عليها من اللاعبين الكبار الشناوي معلول السليه حمدي فتحي اكرم توفيق الحقيقه اللي يمكن كلنا سعداء جدا على اداؤه المميز جدا في التدريبات مدينا طمانينه كبيره جدا. الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير اجاده كبيره جدا في التدريبات، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله النهارده باذن الله في مباراه صعبه، فريق منافس قوي جدا محضر بشكل كبير، عنده القاعده الجماهيريه عنده ملعبه، لكن مهما كانت الصعوبات والتحديات الكبيره لعبتنا رجاله ان شاء الله تكون في الميعاد في مباراه اليوم. البرنامج ايضا كمان الخاص بالنسبه لنا النهارده تحركنا، يمكن لعيبه النادي الاهلي خلاص لحظات بسيطه جدا وتتناول وجبه الغداء، تحركنا ان شاء الله باذن الله المحاضره الفنيه الاخيره هنا هتكون 11:30 طبعا بتوقيت تونس، واحده دورا باذن الله تحرك الى الملعب الاولمبي، يعني المسافه مش بعيده شويه مع التامين طبعا التونسي من 30 دقيقه طبعا 25 دقيقه، فان شاء الله باذن الله يكون وصولنا مميز. ويا رب ان شاء الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي ونعود من تونس بنتيجه ايجابيه وثلاث نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في مشوار البطوله الافريقيه ان شاء الله. طيب على الصعيد الاخر بقى تونسيا بحكم وجودك هناك واكيد تعرضك للصحافه الرياضيه التونسيه مواقع الرياضيه التونسيه، الجماهير من اشقائنا واخواتنا في تونس كيف يعني يترقبون هذا اللقاء؟ بيقولوا ايه وتوقعاتهم ايه بالنسبه للقاء النهارده؟ يعني احنا طبعا متواجدين في فندق الاقامه هو في سوسه، الملعب في المنستير، كل المتواجدين في سوسه بيشجعوا النجم الساحلي وبيتمنوا التوفيق للنادي الاهلي. انت عارف هم عندهم تحدي يعني اللي يقول لك انا ما بحبش الترجي احنا بنشجع النجم، لكن النادي الاهلي قيمته كبيره جدا وشعبيته كبيره جدا جدا، الجمهور التونسي بيتصور مع اللعيبه معلول الناس بتدور عليه أفشل شحات بيتكلموا على اللعيبه الشناوي، يعني طبعا النادي الاهلي ولاعيبته ليهم قيمه كبيره جدا ومردود كبير جدا. لكن لما بنمشي في الشوارع طبعا واحنا متوجهين الى ملعب
المنستير، لا في بعض الجماهير، الاشارات المعتاده، التحفيز الخاص طبعا بالجمهور، لكن انت عارف هي منطقه ساحليه ما فيهاش قاعده جماهيريه كبيره، حتى الملعب كمان يعني هو ملعب شبيه شويه بملعب الجونه، ما بيسعش عدد كبير من الجمهور 10,000، لكن هنتوقع ان يكون العدد اكبر من كده شويه، ده المعتاد واللي احنا عارفينه طبعا في تونس، هم حددوا 8,000 مشجع يكونوا متواجدين، لكن زي ما بقول لك يعني التحديات كبيره، ولاعيبه النادي الاهلي عارفه هذه التحديات مهما كانت الهتاف، منتظرين ايضا كمان جمهورنا، يعني احنا عارفين ان في 200 مشجع مصري ان شاء الله يكونوا متواجدين في المدرج، التنسيق كان مميز جدا الحقيقه بين رئيس البعثه الاستاذ، لا 200 مشجع فقط يكونوا متواجدين لجمهور النادي الاهلي. طب معلش كريم، كريم صباح الخير، المعامله بالمثل حتى كريم صباح الخير، معلش النقطه دي لان انا كريم كنا بنتناقش فيه، حسب معلوماتنا احنا اولا طبعا استاد مصطفى بن جنات هو بيسع تقريبا برضو حسب معلوماتنا 12,000 مش 10، اللي انا عرفته ان هيتم الاتاحه ل 8,000 مشجع ان هو يكون موجود، وفي 2,000 لنادي الاهلي، انت بتتكلم في 200، فلا يعني اكد لنا هذه المعلومه، و200 من الاهلي مقابل كام من طبعا الجماهير التونسيه، دي حاجه، وفي نفس الوقت برضو انا عايز اروح معاك تقول لي الوضع بتاع برونو سافي وشادي حسين، هل هيشاركوا النهارده لو عندك معلومه ولا لا؟ اتفضل يا كريم. يعني طبعا انت اتكلمت في نقطه مهمه، والتحديد بالفعل كان 8,000 بالنسبه لي المبدئي، يعني مبدئيا هم 8,000، لكن انت عارفه طبعا مع الحاله ومع الضغط الجماهيري جمهور المنستيريا يكون متواجد، فاحنا بنتوقع ان العدد يزيد عن 8,000 يصل الى 10 و12,000. المحدد طبعا هنا مبدئيا كان لجمهور النادي الاهلي، انت عارفه احنا مش في قرطاج يعني متواجدين في المنستيريا، فيمكن عدد الجمهور شويه قليل بالنسبه طبعا للجاليه المصريه اللي متواجده هنا، فهم يمكن حددوا هذا الرقم، رقم 200 مشجع يكونوا متواجدين على ان تكون المعامله بالمثل يكون الجمهور المنستير متواجد في القاهره. ده الامر طبعا التصريحات اللي صادره هنا طبعا من الجانب التونسي، لكن برضو انت عارفه بعض الظروف وكل ساعه بتمر ممكن تلاقي ال 200 وصلوا 300 على حسب جمهور النادي الاهلي اللي بيكون متواجد، هم يسمحوا لهم بالدخول، ممكن يعاملوهم المعامله الخاصه طبعا بالدخول مجانا، لان لسه هم عندهم مباراه عندنا في القاهره، فعايزين نفس المعامله اللي بتتعامل بيها هنا يكون التعامل بالمثل. منتظرين جمهورنا، ومهما كان العدد ومهما كان قله العدد، اي عدد بيكون متواجد الحقيقه من جمهور النادي الاهلي بيوصل للعيبه، هتافاتهم، بينادوا على اللعيبه، بيحفزوا، كل الامور دي لعيبه النادي الاهلي منتظرينها، لكن يتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع التحضير الجيد ده، ينقصنا التوفيق، وان شاء الله باذن الله نعود من تونس بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي. طب ده الشق الاول، الشق الثاني برونو شادي، يمكن الكل طبعا بالتاكيد يعني الكل جاهز جدا، مش عايزين ناكد طبعا على اي حاجه من التشكيل، شفنا طبعا كل الامور، لكن باكد لك على جاهزيه كل اللاعبين، تالق الحقيقه بشكل كبير جدا اكرم وبرونو وشادي في التدريب الاول وتدريب الامس، الجديه واضحه، الراجل يمكن في فتره كبيره جدا ما كانش بيبقى عندك السكواد اللي انت تختاري واحد واثنين وثلاثه ويبقى عندك عنصر واثنين وثلاثه، دي امور مميزه جدا، الجاهزيه كمان اما بتكون للكل والجاهز عايز ياخد الفرصه دي بيكون مردودها على التيم ورك بالكامل، فان شاء الله باذن الله برونو لو خد فرصه من البدايه يكون موفق، شادي اكرم منتظرينه بشكل كبير، محمد شريف، حسين الشحات، الكل ان شاء الله باذن الله يكون موفق ويكون في يومه، يا رب ان شاء الله يكون يومنا النهارده ويوم النادي الاهلي. طيب كريم انا هختم معاك بحاجه ومهمه جدا، ان احنا دايما نبقى حريصين ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي عنها، وهي الحاله المعنويه والتناغم وكمان الكواليس ما بين كولر واللعيبه، دي طمنا عليها لانها مهمه قوي يا كريم. الحاله المعنويه لعيبه النادي الاهلي واضحه من التركيز، مستر مارسيل كولر المدير الفني زي ما بقول لك جلساته الفرديه والجماعيه مع لعيبه النادي الاهلي، الراجل بيحاول يوصل الوقت ده، يمكن هو انطلاقه ليه واولى للمباريات، لكن الخبره الكبيره اللي عنده، الراجل كان طبعا متولي منتخب النمسا، عنده خبره كبيره جدا وبيقدر ان هو يتعامل مع اللاعبين بالمستوى الفردي والجماعي، القصور بياكد عليها، الواجبات بياكد عليها، بيشيد ببعض اللاعبين في وسط التدريب، بيكون في بعض حاجات بسيطه جدا بتدل على مدى العلاقه ومدى الانسجام بين الجهاز الفني بالكامل وليس مستر مارسيل كولر فقط، لكن انت عارفه الجهاز الفني بالكامل عنده امل كبير جدا ان هو يصنع شيء كبير مع ومجد كبير مع النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله الروح المعنويه اللي شفناها في التدريبات تكون موجوده في 90 دقيقه النهارده، الاصرار موجود، الرغبه موجود، لكن زي ما قلت لك اللي هيحسم مباراه اليوم هي شخصيه النادي الاهلي، ورهاننا كبير ان شاء الله على لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقدر نحسب المباراه الاولى ولكل حدث حديث في المباراه الثانيه باذن الله. كريم تيجوا بالسلامه ان شاء الله. جزيل الشكر زميلنا العزيز كريم احمد من سوسه في تونس، ان شاء الله برضه في المقابل خير. لو مبدا المعامله بالمثل ان شاء الله برضه هيكون في 200 مشجع تونسي هينوروا الدنيا عندنا باذن الرحمن ان شاء الله زي ينوروا. وبعدين هو مش لازم في حد ادنى من المنطق يحكم الامور يا استاذ، ولا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ لا المفروض يبقى في نسبه معينه طبعا يعني من الحضور
يبقى في نسبة يعني معقولة. يعني بتتكلم في الساعة اللي هم عاملينها كإتاحة 8000، هو في الساعة 12 عملوا إتاحة ل 8 ممكن يوصل 10 بس 200 واحد بس. هو أي ثينك أو أنا أعتقد يعني مش 200 إجباري، يعني هو مش بيقول لك ما فيش حد هيزيد عن ال 200 بس. أيوه أصل حتى لو زاد عن ال 200 هيبقى كام؟ 210 طب وعلى الصعيد الثاني 220 أيوه وعلى الصعيد الثاني مثلا على الصعيد الثاني هيبقى كام؟ أنا مش عايزة 200 ويبقى عندي هنا على كل، لو هو ده الواقع هناك يعني على أرض الواقع خلاص. لكن يعني 200 مقابل ألافات مثلا ولا طبعًا. هيبقى 200 و200 ولا هو لا 200 و200 إزاي؟ هما بالنسبة له 207000 لو الساعة كاملة اتملت هيبقى انت عندك 11800 مشجع تونسي و200 مشجع مصر. هو بالنسبة له ما اعتقدش ان في تقييد للحضور الا اذا كان هو محدد 8 مش هو محدد 8000. النسبة بين 8000 و200 بعيدة مش موجودة تقريبا، تكاد تكون مش موجودة، يعني تكاد تكون مفيش مقارنة. في أول حلقة نهواند كانت بتقول معلومة إن هيكون في 2000، أنا حتى إيه بس قلت خلنا نتكلم فيها مع حضرتك، قلت ياه يعني المفروض قلت مثلا 4 و4 بيمشي الحال. أنت عديتها بس مش مقتنع. هو يمكن عشان الناس هناك يعني المصريين أو الناس اللي هي مشجعي الأهلي مش موجودين، معلش لكن ممكن يبقى في إتاحة لأن جمهور افرضي جمهورك عاوز يروح معاكي ينظموا. احنا لو نعرف كده كنا روحنا. لا ينظموا رحلات وحاجات زي كده. على فكرة تونس من الدول المرغوبة حتى سياحيا يعني تونس جميلة. أيوة يعني منطقة سوسة دي منطقة سياحية طبعا. لو أنت قلتي للجمهور كانوا هيسافروا عادي ببساطة. تعالى نرجع للماتش ذات نفسه. حضرتك مطمن من إيه وقلقان من إيه؟ شوف اولا انا مطمن من حاله السريه اللي عاملها كولر. كولر واضح جدا من اول ما جه ان هو مركز قوي مع الفريق وعايش بكل التفاصيل والتمرين اليومي مرتين ده يعني يعتبر يوم كامل اليوم الكامل. فده شيء مهم قوي لان برضو احنا لاعبتنا كانوا محتاجين للتركيز اكتر. يعني انت عندك في كل الخطوط يعني انا بعتبر ان هم افضل مواهب في موجوده يعني. يعني سيبك من انه ايه دايما هو في موسم كده اللي هو الانتقالات كل الفرق بتغير 10 وتبيع 10 وتجيب 10 دي مسائل ما انا ما بحطهاش في الاعتبار قوي. اللي انا اعرفه ان انت بتدعمي لما تكوني محتاجه مركز معين فبتتعاقدي مع لاعب يبقى في هذا المكان. لكن انا شايف ان اللعيبه اللي موجوده يعني انا بقول لك في نهايه الموسم اللي فات وصلت لمرحله قلت لا ده في لعيبه كتير قوي عاوزه تتغير يا اما هم زهقوا يا اما مش قادرين مع لان ده ما كانش اللاعب بتاع الاهلي لانه ده لا هو ده ما كانش مستوى اللاعب أيوة قبل كده يبقى اذا لازم يتغيروا. اللي احنا مش هو ايه اللي حصل وبعدين بنقول فعلا ايه اللي حصل. فكرت فيها برضو يا استاذ نهاوند مع حكايه ان النهارده انت عشان تشتري لعيبه عاديين ب 2 مليون دولار و 3 مليون طب ما لا ما هو ابنك موجود بقى طبعا. انا عندي ناشئين يعني اشبالك اريحوا لا اريح الكبار شويه زي ما حصل يعني يستعيدوا برضو طاقتهم الطاقه والقدره والرغبه في اللعب والمشاركه وفي اثبات وجودهم. وبعدين اعتقد انه اللي حصل الموسمين اللي فاتوا درس مهم قوي ليهم كلهم طبعا كلهم الكبير قبل الصغير صحيح. ولذلك نرجع للمباراة نفسها من الحاجات الكويسة انه المدير الفني كولر مركز قوي مع الفرقة من اول يوم جه. انا بعتقد ان ده ميزة ويمكن هو كان حريص ان الماتشات الودية كمان محدش يشوفها وما تتزعش. هو بيركز ده مهم جدا. هو مش عاوز يخلي في اي نوع من التشتيت للعيبه. ممكن يبقى لعيب في ماتش ودي غير موفق لما الناس تشوفه وتتكلم عليه وتنتقده والكلام ده عشان مباراه وديه. هو واخد المباريات الوديه دي كتجربه ليه هو شخصيا وللعيبه بتوعه. على فكره الكلمتين اللي حضرتك تفضلت بيهم ينطبقوا عليه هو شخصيا برضو عشان ما يبقاش في اي حكم جائر مسبق عليه هو حتى كمدير فني جديد. من الحاجات برضو الكويسه ان لاعبتنا كلهم متعودين على ان هم يلعبوا في مع الكره التونسيه وفي الملاعب التونسيه. وزي ما قلت لحضرتك يعني زي ما قال كده كريم
هم مقيمين في سوسة والملعب نص ساعة في المنستير، هي مسافة ما تجيش حاجة بسيطة جدا يعني، لان هي بقول لك هي كلها ساحل مدن. ده اللي مطمن حضرتك، اللي مخوفك ايه بقى؟ اللي مخوفني في حال وجود مخاوف طبعا يعني. لا هو اللي مخوفني حاجة واحدة بس، انه اللعيبة ما تديش الاهتمام الكافي لهذا الفريق باعتبار ان هو فريق مجهول. مجهول اسما يعني على مستوى الكرة يعني، بالمقارنة بالفرق التونسية الاخرى. انا بقول لا، اكيد في تنبيهات من الجهاز الفني ومن اعضاء البعثة للاعبين بالاهتمام لاعلى مستوى بهذا الفريق. انا استبعد الخوف بتاع حضرتك من النقطه دي، لان هي كمان تكاد تكون غير موجوده. انا كمان حاسس انه يعني هو مش موجود، بس انا بعيد التاكيد عليه لانه نقطه مهمه جدا. زي ما هو هيحترمك جدا، انت كمان لازم تلعب معاه انك هتحترمه جدا طبعا. وخلي بال حضرتك كل اللعيبه عارفه ان دي ضربه البدايه. شوف احنا نفسنا متاهبين ومتحفزين لضربه البدايه، تخيل بقى كل اللعيبه بعد فتره غياب عن الملعب اللي هم اللعيبه الكبار 100% الدوافع عندهم مختلفه طبعا. واحنا عاوزين نبتدي البطوله الجديده بحثا عن لقب البطوله ال11 اللي هي راحت مننا برضو في لعبه كده. ايوه في لعبه. هنقول غدرا لا يعني غدرا. هقول لك غدرا ليه؟ مش غدرا من الاتحاد الافريقي، ويمكن هم استجابوا للنداءات بتاعه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب في المؤتمر اللي عمله، ورجعوا تاني البطوله انها تبقى النهائي ذهاب وعوده. ده موجوده في الدنيا كلها يعني، عمرنا قضيناه كله ان نتيجه مباراه الذهاب كذا ونتيجه مباراه الاياب كذا. بالظبط كده. جايين انتوا بقى تغيروا في البطوله دي تحديدا؟ لا طبعا، كان شيء غير طبيعي يعني. لكن الحمد لله ان الامور هتعود الى حالتها الطبيعيه. واللي يطمن كمان ان انت مش بتلعب مباراه فاصله، انت بتلعب مباراه وعندك مباراه في بس القرية. احنا هنعتبرها فاصله يعني، لازم نلعب النهارده قوية. ونعتبر ان هي مباراه فاصله، لا نعتمد ان احنا عندنا فرصه الاياب تاني. انا طبعا اتمنى يكون ده، ومتاكده ان هو ده الفكره. رغم ان هي موجوده يعني، رغم ان الفرصه موجوده، انما هنحاول ايه لا يعني هنلعب. لا هي لازم نلعب على اساس تبقى البدايه مطمئنه كمان يعني. احنا عاوزين الفريق ما هو ده يبعث رسائل، وعايزين زي ما يتقال كده برضو مسيو جمال، انت عايز تراضي الجماهير وعايز تطمن الجماهير، ودي طبعا رسائل مهمه جدا النهارده ان شاء الله الفريق يعني يوصلها لجماهير النادي الاهلي اللي بالملايين في كل مكان طبعا زي ما احنا عارفين. طيب الوقت بيجري، ان شاء الله بكره نيجي ونفرح ونتكلم عن يعني المباراه، واحنا فرحانين باداء وفوز باذن الله للنادي الاهلي. خليني اروح مع حضرتك لملف الدوري برضو عشان نلحق، والنهارده قرعه الدوري يعني الموسم الجديد. نتمنى اهو كلها تمنيات يا احنا مع البدايه ان الله ان شاء الله هذا الموسم يكون اكثر تنظيما طبعا، والرابطة ان هي تعمل على ذلك لان دي مسؤوليتها. فبتتوقع باذن الله يكون في تنظيم اكتر للمباريات والمواعيد وغيره ولا ايه؟ انا بتمنى برضو تمنياتنا مشترك معاكم يعني. لا التمنيات مهمه جدا، وانا بس بتوقع ان ممكن يبقى الموسم اكثر انضباطا مع وجود رابطه الانديه. يعني انا بشوف ان شغلهم مش الرابطه كانت موجوده الموسم اللي فات بس كان هم مستلمين برضو في وقت مضغوط جدا. المره دي المفروض الوقت احسن بكتير، واعتقد ان هم خدوا موافقه من الاتحاد الدولي على انهم يلعبوا ماتشات الدوري اثناء كاس العالم. معرفش هل ده تم الاتفاق عليه نهائيا؟ هل في دلوقتي تاكيد على ده؟ انا معرفش برضه المعلومه، كان في محاولات بس انا مش عارفه هل تاكدت ولا لا. لا لغايه دلوقتي انا برضه مش متاكد. ده هيعلن طبعا اكيد من خلال الجدول اللي هيتعمل، لكن نتمنى اهم حاجه حته ايه؟ الانتظام ومراعاه الفرق اللي عندها ارتباطات، يبقى الوقت طبعا مريح طبعا. وبعدين كمان انا بتمنى ما تبقاش الماتشات المؤجله متلحمه كده لفريق النادي الاهلي مثلا. يعني انا بعتقد والله ما تتاجلش كلها كده ستوك ايوه لا لوكشه واحده لا ما ينفعش. العب الماتشات المؤجله او العب الماتش المؤجل بسبب الارتباطات الأفريقية في وقته
بعد انتهاء المباراة الأفريقية في ترتيبه، لأن ده مهم جدا طبعا. وبرضه من ضمن المستجدات في فرق الدوري اللي هتتنافس في النسخة دي، في تدعيمات حصلت في أغلب الفرق تقريبا، فإلى أي درجة حضرتك شايف إن ده هيسخن الأمور ويشعل المنافسة وممكن يخلينا مش عارفين من مراحل مبكرة مين اللي هيوصل للمربع الذهبي؟ لا هيسخن جدا، ويجب على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني إنهم يعملوا حساب جامد جدا لكل الفرق القوى الكروية الجديدة. يعني في فرق اللي هي فيوتشر مثلا، مين تاني، في أسماء ظهرت، البنك الأهلي. لا يعني حضرتك بتتكلم على التدعيمات اللي حصلة؟ لا أنا بتكلم عموما على القوى الجديدة اللي ظهرت. سيراميكا، سيراميكا كله أصبحت كلها أولا بياخدوا لعيبة، بيعتمدوا على لعيبة مثلا من النادي الأهلي اللي هم مش واخدين فرصة معينة وبيتم إعارتهم، فبرضو دول كلهم قوى يجب تعمل حسابهم من الأول. وكل مباراة بيلعبها النادي الأهلي وكل الأندية مع كل الأندية تمثل نقطة في البطولة، في سعيك نحو البطولة. لكن أعتقد المنافسات بتبقى أصعب دلوقتي، لازم احنا نستعد لده. يعني انا اعتقد ان هو هيكون موسم اقوى بكتير، ده بشهاده طبعًا جميع النقاد الرياضيين. نعم. موسم هيبقى قوي، صفقات جديده جدا معظم النوادي عاملاها، واحنا نعم. مش يعني بالنسبه لنا احنا مش بتوع الصفقات الكتير، احنا بتوع اللي هو زي ما بتقال كده النوعيه اكتر من العدد، ولكن انديه تانية كتيره جدا عملت صفقات. ربنا يوفقهم على كل حال، في الاول وفي الاخر احنا عايزين اهم حاجه عندك موسم انت قوي. لا انا بالنسبه لي مش بتاعك انت، ما هو انت ممكن ايه تجيبي صفقات كل سنه، انا مش بدافع عن قلة الصفقات. لا هو الصح ان انت ما تجيبش كل بالظبط عدد كده كبير من الصفقات، وده الصح يعني. الصح ان انت تجيب اللي انت محتاجه 100% في المركز اللي انت عايزه، هو ده يعني وفق دراسة. ما تبقاش العملية ايه ان انا ببيع واشتري مش في السوق انا. والله يعني مش هبيع 10 رؤوس. لا كلنا كلنا بنتمنى ان احنا نتابع دوري قوي والمنطق يكون حاضر فيه على عكس اللي كان حاصل قبل كده. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. نورتني يا استاذ جمال، وزي ما كنت بقول يعني هو صفقات كتيرة جدا أندية عملاها، صفقات كتيرة جدا انضمت، منها صفقات قوية جدا على فكرة. موسم هيبقى قوي، ده اللي احنا نتمناه، لأن في الأول وفي الآخر أنت مش عايز تشوف النادي الأهلي بينافس نفسه زي ما احنا كنا اعتدنا على كده، يعني ما كانش في حد. لا أنا شخصيا عايز أشوفه بينافس نفسه، انا عايز اشوفه بينافس نفسه. اصل هنقعد نكسب كده؟ لا انا عايز، لا انا عايز افوز، بس انا عايز العب برضو ويبقى فيه تنافسيه طبعاً. يعني علشان اوري ان انا عندي قدره كبيره، عندي فريق كبير، عندي قدرات مش موجوده، فاكسب بس اكسب والعب كمان وابتع جماهيري. هو ده اللي احنا عايزين نشوفه طبعاً. فان شاء الله يكون موسم قوي، وباذن الله بقى يكون الدوري في مكانه، لان ده المكان الطبيعي في دولاب بطولات النادي الاهلي. شكرا ليك استاذ جمال. هنروح فاصل وهنرجع مع كريم، هيكون ضيفته هتكون ضيفته الأستاذة إيمان المراكبي، هتبقى فقرة مهمة زي ما كنا بنقول لحضراتكم، هنربط الصحة العصبية وفكرة هنا الجهاز العصبي بالسمنة. النهاردة بقى الملف هيكون مع كريم بعد الفاصل، وأنا أشوف حضراتكم إن شاء الله بكرة حلقة جديدة 10 صبح في الأهلي.